يقول: ما هي سياسة النظام السعودي منذ نشأته إلى الآن تجاه آل البيت؟ والله سألوا إخواننا يعني الأشراف آل البيت، سألوا يعني كيف تعامل معهم النظام السعودي. النظام السعودي يعني طريقته ليس فقط مع آل البيت، طريقته مع كل البيوت القوية في البلد، أنه يهمشها، وأنه ما في عائلة عزيزة وقوية إلا آل سعود. يعني ترتيب، طبعا نحن ضد العنصرية كلها، لا شك في ذلك، نحن ضد العنصرية تماما، لكن هناك حقوق لآل البيت ثابتة شرعا، يعني ليست عنصرية، ثابتة شرعا، لابد أن تؤدي هذه الحقوق، ولابد أن تعطيهم المودة التي أمر بها القرآن، إلا المودة في القربة. لكن سعود أراد إنشاء نظام عنصري، أنه التوب الأعلى شيء آل سعود، ثم من يرتبط بهم ثم أقاربهم البعيدين، ابن عمهم البعيدين، ثم من يرتبط بهم بمصاهرة وعلاقة حميمية قديمة، ثم من يدعمونه ويؤيدونه كعائلة قوية في البلد من عوائل نجد والحجاز، ثم قبائل نجد، ثم قبائل الحجاز، ثم قبائل الشمال، ثم قبائل الجنوب، ثم الذين ما هم نص قبليين، ثم اللي ما هم قبليين خير شر، ثم ما يزعمون أنهم جواري وعبيد. فهم قسموا البلد بهذا التقسيم إلى عهد قريب، الناس يتحدثون، لا والله إلى الآن، يعني الآن الناس مع الأسف الشديد في وجدان الناس تمكن ابن سعود في أن يرتب الترتيب الاجتماعي في أذهان الناس على هذا الأساس، والله أن القوة العليا هي ابن سعود، ثم من يرتبطون، ثم كذا، ثم كذا، ثم كذا. فآل البيت خارج هذه الدائرة، يراد من قبل ابن سعود أن يهمشوا تماما، وأن ينسى احترامهم وتقديرهم والامتيازات الشرعية التي فرضها القرآن والسنة لهم. هذه رقم واحد. رقم اثنين، البيت كان لديهم كمية كبيرة من الأوقاف، لأنهم لا يأخذون الصدقة، لا يتحق لهم الصدقة، فعندهم كمية كبيرة من الأوقاف تستولى عليها أبناء السعود، وما لم يستطع الاستيلاء عليه نصب عليه نظار، يعني أدى بهم مع الوقت، أدى بهم إلى إفساد هذه الأوقاف حتى تتوفر له الفرصة أن يلتف عليها اليوم أو غدا. طيب، الموضوع أوسع من ذلك، وسبق أن تكلمنا عنه في جلسات سابقة. كذلك حاول ابن سعود أنه يخترق بعض الشخصيات اللي داخل البيت، الشخصيات الحقيقية التي لا شك في نسبها، وأن يحاول تخريب بعض العائلات، يدخلهم في الفساد والمخدرات وغيرها، حتى يقال والله شوف هؤلاء آل البيت ماذا كسبنا من انتسابهم للبيت النبوي. والعكس صحيح، حاول أن يدعم نسبة من ليس من آل البيت إلى آل البيت، ثم يعطيه قيمة حتى يتحكم به كما يريد. لا أريد أن أستغرق في هذا الموضوع أكثر من لازم، حتى لا أقع في محاذير تغضب الأخوان الأشراف، فدعونا نتوقف عند هذا الحد.